طيب الأهلي بكرة بإذن الله عنده مباراة غاية في الأهمية ومباراة غاية في الصعوبة بكل تأكيد مع فريق بيراميدز القوي، فريق قوي عنده عناصر مميزة جدا، عنده جهاز فني جيد، فرقة ممكن نتائجها مش جيدة قوي طبقا للمعطيات ما قبل بداية هذا الموسم، لكن تبقى فرقة بيراميدز فرقة قوية وفيها لعيبة مهمين جدا ويفرقوا مع أي فريق يعني في الحقيقة. فبالتالي مهم قوي قوي أنت كفرقة النادي الأهلي أنك تبقى مركز في هذه المباراة، مهم جدا جدا أنك بإذن الله تعالى تفوز ب3 نقاط. عشان إيه؟ عشان تبعد بيراميدز خالص بقى عن الموضوع، يعني بيراميدز بإذن الله يخسر بكرة بإذن الله تعالى يخرج بره القصة وتبقى المنافسة طبعا مع نادي الزمالك الغريم التقليدي، ومنافسة قوية ومحترمة وشريفة بكل تأكيد وممتعة ومثيرة، ده أمر مؤكد. لكن في كل الأحوال احنا واثقين في لعيبتنا كل الثقة، إن شاء الله بإذن الله عقبة من ضمن العقبات يقدر يتخطاها النادي الأهلي غدا أمام فريق بيراميدز، ومن ثم يتم التركيز على بطولة كأس العالم للأندية اللي هتنطلق يوم 4 فبراير بإذن الله تعالى. النهاردة الفريق كان بيتمرن تدريبات مهمة جدا، وهو المران الأخير قبل مباراة الغد. قبل المران أكيد كان في محاضرة من مستر بيتسو موسيماني كلم فيها في بعض النقاط الهامة جدا جدا، دي طبعا لقطات من مران الأهلي الأخير قبل المباراة. وبعد المران إن شاء الله هو على وشك النهاية إن لم يكن انتهى، يعني هيتوجه الفريق لأحد الفنادق القريبة من استاد الدفاع الجوي اللي هيستضيف مباراة الغد في تمام الساعة 7:30 مساء، وإن شاء الله بإذن الله يستعدوا استعداد النهائي لهذه المباراة. الكل جاهز، الكل لائق بإذن الله، ويتوقع بس إن شاء الله تعالى يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في مباراة بكرة أمام فريق بيراميدز. لكن من